زاد الإقبال لعملية الحجامة، لأنه تبقى الخدر والنحول والخمول وضيق النفس. بعد ما يحجم يشوف كل شيء راح من عنده، يعني أنا هاي حسب خبرتي. يعني أصابت بالكورونا بشهر 9، قطعت عن الحجامة، فبقيت تقريبا شهر لما عاد صحتي والحمد لله. بس شنو صحتي مو تمام، يعني لا أقدر أمشي، ألام برجلي، جسمي ثقيل، نفسي ضيق، يعني ما أقدر. فخبرت الدكتور قال لي تعال فاري أجيته، فسويت حجامة مرة واثنين والحمد لله والشكر هسه لياقتي رجعت أحسن من قبل. أغلب الناس تحتاج الحجامة العلاجية بما أنه هو مريض حامل دهون أو لزوجة أو أملاح بالمفاصل، يعاني من آلام مبرحة بالمفاصل. خيار آخر بالنسبة للي يريد يختاره يعتبر كخيار آخر من اختيارات التبرع بالدم، ليس أكثر من ذلك. يعني ما عندنا أي دليل على أنه تشافي أمراض أو تشافي مفاصل أو أعصاب أو أمراض معدية أو ماكو. يعني عملية الحجامة هي خدوش ضرب الجلد الأول، خروج الدم من العروق الرفيعة، يعني من الأوعية الدموية الشعرية. عكس ذلك الجروح عكس نظره، الجروح حتطلع الدم الفتي الكامل بالأكسجين. احنا شريد نطلع من الأوعية الدموية الشعرية الدم الهرم خالي من الأكسجين الفائض عن حاجة الجسد السلبية.